السلام عليكم أعضاء الطلبات. اليوم سأنتقل لمحاضرة أخرى في محور له علاقة أيضا بين ما سبق أن تمت الإشارة إليه في فلسفة التنوير، ولكن بالتركيز على فكرتي الفلسفة والأدب. وفي هذا المحور سأعود لاستثمار بعض أفكار فلسفة التنوير مع مدام دوستايل، ولكن في البداية سأقف عند فكرة تتعلق بطبيعة العلاقة بين الفلسفة والأدب. هل يعني هناك علاقة تواصل، هناك قطيعة بين الفلسفة والأدب، على اعتبار أن طبيعة التفكير الأدبي يعني مختلفة عن التفكير يعني الفلسفي؟ فأين هي أوجه يعني التقاطع إذا كانت هناك تقاطع، وأين هي أوجه أيضا يعني التفاعل والتواصل حسب طبعا الأطاريح؟ هناك أطاريح تدفع في اتجاه الفصل بين الفلسفة والأدب، وهناك أطاريح تدفع في اتجاه يعني الدمج بين الفلسفة والأدب. ففي البداية غالبا ما يتبادر إلى ذهننا أنه حينما نتكلم عن العلاقة بين الفلسفة والأدب، وكأن هناك يعني طبيعة الفكر الفلسفي تختلف عن طبيعة الفكر يعني في مجال الإبداع يعني الأدبي، أو أن الأدب في نهاية المطاف ما هو إلا أفكار فلسفية مغلفة بأسلوب أدبي أو أسلوب إبداعي جمالي. وهذه طبعا نظرة يعني سطحية لطبيعة العلاقة بين الفلسفة والأدب. وهذه الفكرة اقترحت عليكم من خلال هذا الكتاب الذي أعطيتكم، وهو موجود في الإنترنت، بما يفكر الأدب تطبيقات في الفلسفة الأدبية. هذا الكتاب هو لبيير ماشيري، وفيه عنوان جزئي يعني كما قلت تطبيقات في الفلسفة الأدبية، يعني وكأننا أمام منهج سيدافع عنه بيير ماشيري يسميه بالفلسفة الأدبية. نقطة سأعود يعني إليها، ولكن قبل ذلك من الناحية التاريخية يعني سأشير إلى أطروحتين أيضا في العصر الحديث مع إيمانويل كانت نفسه ومع ديدرو. فإيمانويل كانت كان نموذج للفلسفة العقلانية المنطقية الصارمة. كان يدعو إيمانويل كانت إلى ضرورة الفصل بين الفلسفة والأدب، وهذا الفصل طبعا له مبرراته مرتبطة بفهمه هو المنهج الذي يجب أن تتبعه الفلسفة، والأسلوب الذي يجب أن تعتمده الفلسفة للتعبير عن أفكارها. هذا كان يسعى إيمانويل كانت للفصل بين أسلوبي الفلسفة وأسلوب الأدب عفوا، ولا يقصد يعني هنا المضمون بقدر أو الأفكار بقدر هو يعرف أن هناك يعني أدباء يدافعون عن الأفكار التنويرية مثل ليسينغ مثلا كان معاصرا له، ولكن القصد الكانتي هو أن يؤسس لخطاب فلسفي منطقي يعني صارم يتبع نفس الأسلوب الذي يتبعه العلم، لأنه رهان إيمانويل كانت كان رهان هو بناء فلسفة أقرب في نتائجها إلى العلم، وكان هو متأثرا طبعا بالتقدم الذي عرفه العلم خاصة مع في الفيزياء مع نيوتن، وكان يريد أن يؤسس فلسفة على منطق علمي. وبالتالي فلغة الفلسفة بالنسبة إليه يجب أن تكون لغة واضحة، لغة منطقية، لغة حجاجية، لغة لا تحتاج إلى تأويل أو غير قابلة للتأويل. هذا الرهان الكانتي جعله يدعو إلى ضرورة الفصل بين الفلسفة والأدب على مستوى
الأسلوب. ولهذا يقول هذه القولة المعروفة عنده: لا يوجد علم جميل، بل هناك فنون جميلة. إن علما يصبو إلى أن يكون جميلا لا معنى له، لأننا إذا ما سألناه كعلم عن المبادئ والبراهين لكي نحصل منه على لن نحصل منه إلا على كلام يعني جميل. فالعلم يجب أن يتأسس على لغة البرهان، على البرهان والحجة، ولا يجب على العالم أن يغلف لغته العلمية بطريقة جمالية، لأننا سنصل في نهاية المطاف إلى كلام جميل عوض أن نصل إلى حقائق يعني دقيقة ومنطقية. وهذا الرهان الذي تكلم عنه كانط في العلم هو الذي دفعه إلى إصدار هذا الحكم طبعا، وهذا له امتداد فيما بعد في الفلسفة النمساوية مع حلقة فيينا. وأن الهدف من العلم أو رهان العلم هو البحث عن العلل وعن الأسباب وعن العلاقات الموجودة بين هذه العلل والأسباب. ولهذا فالاهتمام بالجانب الأسلوبي هنا لن يفيدنا في شيء، وبالتالي كان هجومه طبعا على اللغة الجمالية أو على الإبداع الجمالي، ويدعو إلى فصل الفلسفة أيضا كما هو الأمر بالنسبة لي للعلم، حتى تتمكن الفلسفة من تحقيق يعني نوع من التقدم على مستوى بناء وعلى مستوى النتائج التي تريد أن تصل يعني إليها. إذا فهذا سياق العلم في القرن الثامن عشر والثورة العلمية والتقدم العلمي في الفيزياء النيوتونية كان وقع على تصور يعني إيمانويل كانت، وهذا ما دفعه إلى قلت أن أدافع عن هذه الفكرة. إذن لكن في الحقيقة ما يصدق عند كانت على العلم أو على الفلسفة كما يريدها هو في عصر التنوير طبعا، لا يصدق على الفلسفة قبل عصر التنوير وأيضا حتى بعد عصر يعني التنوير. فالفلسفة اليونانية طبعا كانت فلسفة يعني خاصة مع الفلسفة الطبيعية، يعني فلسفة كانت تعبر عن نفسها في شكل شذرات، وشذرات ذات طبيعة جمالية. وأفلاطون نفسه بالرغم من أنه هاجم الشعر وهاجم الفن، الأسلوب الفني والأسلوب الجمالي كما سنبين ذلك في محاضرة أخرى حول الفلسفة والشعر، أفلاطون بالرغم من ذلك ففلسفته هي فلسفة يعني كأنك تقرأ قصة، تقرأ يعني مسرحية ولغة رمزية أيضا في فلسفة من فلسفة أفلاطون. فإذا عدنا فقط إلى محاورة الجمهورية وإلى أسطورة الكهف وكيف وظف هذه الأسطورة لكي يعبر عن الحقيقة، فسنرى الإبداع الذي يتميز بالأسلوب الأفلاطوني في الكتابة. وبالتالي فهذا الارتباط بين الفلسفة وبين الأسلوب الإبداعي الجمالي كانت مسألة طبيعية في الفلسفة اليونانية، واستمرت أيضا في الفلسفة المعاصرة، وهذا ما دفع عنه يعني هايدغر ونيتش. وكتابات نيتش مثلا كلها هي كتابات يعني فيها حنين وعودة إلى الفلسفة الطبيعية اليونانية، وتعبير نيتشوي هو تعبير مجازي، تعبير رمزي، تعبير لغة ليست لغة منطقية صارمة كما يدعو إلى ذلك كانط. ولهذا نعرف هذه إذن الخصومة بين نيتش وإيمانويل كانط. وبالتالي فهذا الارتباط كان دائما بين الفلسفة والشعر، واستمر طبعا حتى في العصر الحديث كان طبعا كما قلت فلاسفة آخرين. فهذا الاستثناء الكانطي، هذا الموقف الكانطي له مبرره، ويجب أن نضعه في سياق الفترة الحديثة التي كان يريد فيها أن يؤسس العلم والفلسفة على أساس يعني علمي. في نفس المرحلة يعني كان هناك رد لديدرو على هذا الموقف.
في الكانتي الصارم بين الفصل بين الفلسفة والأدب. ولهذا فديدرو كان يقول: كان الحكيم فيما مضى فيلسوفا وشاعرا وموسيقيا، وقد انحطت هذه المواهب بانفصالها بعضها عن بعض. دائرة الفلسفة ضاقت، والشعر افتقد الأفكار كما افتقدت الأناشيد القوة والعزم والحكمة التي حرمت من هذه الأعضاء. لم تعد تسمع الشعوب بالسحر يعني ذاته. يعني الفكر الفلسفي فقد هذا الجانب الجمالي، والشعر فقد هذا الأساس يعني الفكري. وبالتالي فديدرو كان يكلمنا ويحدثنا عن أزمة، هذه الأزمة التي تضرر منها الفكر والفلسفي وأيضا يعني الشعر عموما. وبالتالي لكي تكتمل الصورة بالنسبة لديدرو، يجب أن نعود إلى المرحلة التي كانت يعني العلاقة بين الشعر والفلسفة وبين الأدب والفلسفة علاقة يعني قوية، لأن هذا يقوي من قوة الفلسفة في مرافعتها أيضا، ومن قوة الشعر بأفكاره التي يدافع يعني عنها. دونك هذا المرحلة التي أشرت إليها يعني في هذا الموقفين المختلفين، ولكل طبعا موقف تقديره له طبعا ما يبرره بسياق يعني تاريخي معين. دونك في هذه الأرضية، أو بناء على هذه الأرضية، نأتي إلى الكتاب الأساسي طبعا، والفكرة الأساسية التي يريد أن يدافع عنها بير ماشيري بما يفكر الأدب، تطبيقات للفلسفة الأدبية، وهي تنحى في قرب إلى الأطروحة الثانية التي يريد من خلالها بير ماشيري أن يبين على أن الفلسفة والأدب هناك تمازج بينهما، وكل التجليات الإبداع الأدبي يعني تحضر فيها هذه الخلفية الفلسفية، وأن أيضا النصوص الأدبية لا تخلو من روح يعني فلسفية. ولهذا فيقول أن الأدب والفلسفة هما متمازجان، ويدافع عن هذه يعني الأطروحة النقدية الداعية إلى الفصل بين الفلسفة والأدب. ولهذا فالأطروحة التي يدافع عنها باختصار يقول: النزعة الفكرية للأدب، أو هذه النزعة الفكرية للأدب، يجب أن نحافظ عنها وأن نبينها، وأن نحرص على أن يكون الأدب أيضا له نزعة فكرية، وليس أدبا يعني فارغا من المضمون، أو فارغا من القضايا الفكرية التي يمكن أن يرافع من أجلها. ولكن هذا لا يعني أن نجعل أيضا يعني الأدب مجرد يعني وعاء نملأه بالأفكار يعني الفلسفية. وهذه الفكرة التي يعني يريدها بيير ماشيري هي نقدية لمجموعة من المناهج التي تناولت الأدب، وأيضا مجموعة من الأدباء ومن المبدعين الذين يبدعون تبعا ربما تأثرا بأفكار معينة، وتطبيقا في بعض الأحيان لمنهج معين قبل أن يكتشفه الناقد، فهم يحاولون أن يوظفونه بطريقة أو بأخرى. ولهذا فبير ماشيري كان هدفه دائما هو أن يكشف هذا الحدود أو النقص الذي طبعا يوجد في المناهج التي تحاول أن تلخص الأدب في مجرد مضامين فكرية، وأن هو مجرد غلاف في نهاية المطاف. ولذا نجد بيير ماشيري يتميز بفكرة في هذا
الكتاب الذي سماه بتطبيقات في الفلسفة الأدبية، وكأنه يريد أن يدافع عن منهجية أخرى سماها الفلسفة الأدبية. ما هي هذه القواعد أو الأسس التي تنبني عليها هذه يعني المنهجية التي سماها بالفلسفة الأدبية؟ قبل أن أدخل إلى هذه الفكرة، أريد أن أشير باختصار شديد إلى أن تصور بيير ماشي هو تصور نقدي لمناهج مختلفة تعاملت مع النصوص الأدبية، ولكي يبين أن المنهج الفلسفة الأدبية هو منهج يكشف عن هذا التمازج بين الفلسفة والأدب، كان لابد أن ينتقد المناهج الأخرى التي تحاول أن تكشف عن نزعة معينة، إما متأتية بعلوم إنسانية إما بمناهج وضعية، وتجعل من النص الأدبي هو مجرد غلاف في بعض الحقائق، يجب أن نستخرج هذه الحقائق وانتهى، انتهت مهمة يعني النص. على غرار هذا، فالفلسفة الأدبية هي أكثر من ذلك، تنحى في منحى كشف هذا التفاعل القوي بين الفلسفة والأدب، وأن النص الإبداعي هو نص يعني نص أكثر مما هو خلاف ووعاء لمجموعة من الأفكار. ولهذا فمن بين الانتقادات نجد انتقاده لمنهج التحليل النفسي مثلا، فمناهج طبقت مثلا في قراءات لأعمال إبداعية سواء مسرح أو شعر أو سينما أو شيء من هذا القبيل، وهذه المناهج تسعى إلى أن تبين في نهاية المطاف على أن النص الأدبي أو النص الإبداعي يتضمن حقيقة نفسية يجب أن نستخرجها، وانتهى أمر النص لم يعد ربما صالحا لقراءة أخرى، فيكفي أن هذا النص ربما يعكس أو هو يعكس بنية لا شعورية لصاحبه، وبالتالي فالمقاربة التحليل النفسية هي مقاربة أحادية تحاول أن تختزل النص في حقيقة نفسية يجب أن نستخرجها منه. ونفس الأمر أيضا ينطبق على المناهج الاجتماعية في قراءتها للأعمال يعني الأدبية، يقول بيير ماشي طبعا أن هذا أيضا يسري على المنهج الاجتماعي الذي يحاول أن يستخرج يعني الحقيقة الاجتماعية، وأن النص بالتالي هو وثيقة تعكس وضعا اجتماعيا معينا، وبالتالي إذا استخرجنا هذه الأبعاد الاجتماعية في النص فلم يعد النص له أي معنى. نفس الأمر أو نفس النقل يوجه أيضا للمنهج الأنثروبولوجي أو عفوا المنهج البنيوي الذي ينظر إلى النص باعتباره بنية أيضا مغلقة، وهذه البنية يجب أن نخرج العناصر يعني المتحكمة في بنائه، وبعد ذلك طبعا ننتهي من قراءة النص وأن هذا النص يتضمن هذه المعطيات، وبالتالي فلا داعي ربما لقراءة قراءة أخرى. فهذه نفس الأمر ينطبق مثلا على المنهج المادي التاريخي أيضا الذي طبق في قراءته للنصوص التاريخية النصوص الأدبية، وأقصد بالمنهج المادي التاريخي طبعا المنهج المادي الماركسي، يعني قراءة النصوص من منظور يعني القراءة الماركسية، وبالتالي فإن الذي يبدع نصا إبداعيا فهو فقط يعكس وضعه الاجتماعي أو يعكس وضعا اجتماعيا معينا، وبالتالي فمهمة الناقد هو أن يستخرج عن طريق المنهج المادي التاريخي الموقع الذي يوجد فيه أو الموقف الذي يدافع عنه المبدع، هل هو مع يعني طبقة بروليتاريا مثلا لكشف التناقضات الاجتماعية، أم هو مع يعني يبين مثلا انتماءه لطبقة برجوازية أو شيء من هذا القبيل. دونك فاختزال النص في هذا الأمر بالنسبة لبيير ماشي هو قتل للنص في نهاية المطاف، واعتباره مجرد نصا يعني مغلقا. وهذا النص إذا كان نصا مغلقا وبالتالي فإنه يتضمن حقيقة واحدة، إما حقيقة نفسية وحقيقة اجتماعية وحقيقة مادية تاريخية أو شيء من هذا الأمر، وبالتالي فالنص يصبح غير قابل لتأويلات أخرى، وبالتالي
النص يصبح يعني مغلق وميت ولا يصلح لي أن تقدم له ربما قراءة يعني أخرى في مرحلة أخرى، بينما واقع الحال أن النص الإبداعي هو نص مفتوح ونص قابل لقراءات في أزمنة مختلفة. ونظرية التلقي مثلا يعني أثبتت أن النص الأدبي هو نص أو النص الإبداعي هو ليس قابل فقط لقراءة بل هو قابل لأشكال متعددة من التلقي حسب كل شخص كيف يقرأ هذا النص. وبالتالي فالفلسفة الأدبية لبيير ماشيري هي أقرب إلى المقاربة التأويلية أو المنهج التأويلي الذي يؤمن بأن للنص روح وأن هذا الروح هي روح مرنة وقابلة لتأويلات يعني عديدة سواء في سياقات مختلفة. فهذا النص اللي هو نص من إنتاج في أو أنتج في سياق معين فهو أيضا قابل لقراءات عديدة في سياقات مختلفة. وطبعا أدعو الطلبة مستقبلا للعودة إلى الفلسفة التأويلية مع جادامر مثلا، نموذج الفيلسوف الذي طبق المنهج التأويلي أيضا وأسس له فلسفيا، وتم استطوار هذا النص أيضا هذا المنهج التأويلي في قراءة نصوص ليس فقط أدبية بل حتى النصوص يعني الدينية، باعتبار أن النصوص الدينية أيضا هي نصوص فيها لغة مجازية قابلة للتأويل. وعلى هذا الأساس فالنص الإبداعي بالنسبة لبيير ماشيري هو نص مفتوح، نص مرن، نص قابل للقراءات المختلفة على مستوى سواء في المستوى المكاني أو أيضا على مستوى الزماني. فروايات متعددة قابلة لتأويلات يعني عديدة حسب السياقات التي يمكن أن نقرأ بها هذا الواقع. وعلى هذا الأساس فخذ مثلا رواية مسرحية ليسينغ التي سأعود إليها فيما بعد، فهذه المسرحية في القرن الثامن عشر فوضعها في القرن الثامن عشر وتأويلاتها في القرن الثامن عشر برغم أنها تتناول يعني نفس الفكرة المتعلقة بالتسامح الديني ولكن راهنيتها تختلف من سياق إلى آخر. وبالتالي فهذا العمل طبعا يجعلنا أننا ننظر إلى أن النص الأدبي هو نص لا يجب أن نفكر بطريقة مباشرة ولا أن يعبر بطريقة مباشرة وإلا سيكون تقريرا يعني صحفيا. ولهذا فالفلسفة الأدبية أو منهج الفلسفة الأدبية أو الذي يسميه بيير ماشيري بالفلسفة الأدبية هو منهج يسعى إلى الدفاع عن هذه البنية المعقدة للنص، البنية الغنية للنص، البنية الأثرية للنص المرنة والقابلة لتأويلات عديدة. وهنا يمكن أن يفهم أيضا هذا بشكل ما رد واضح على تصور إيمانويل يعني لإيمانويل كانت الذي يريد أن يخلص النص وأن يطهره من كل يعني العناصر التي تشوش على المعنى الفلسفي الواضح. فهذا الأمر فيه طبعا نوع من الانتقاد لفكرة بسيطة نعرفها هي فكرة الحتمية في العلوم، طبعا ليست هي الحتمية في الأدب. فتطبيق المناهج العلوم الإنسانية أو المناهج العلمية على النصوص الأدبية وكأن هناك حقيقة واحدة في النص الإبداعي يجب أن نستخرج هذه الحقيقة وكأننا في العلوم الطبيعية نريد أن نصل إلى حقيقة بصدد موضوع معين وأن النص الأدبي في نهاية المطاف الإبداعي ومجرد موضوع يجب أن نفتته وأن نصل إلى